من أجلك يا يمني وباسمك أعلنا حربك، وبالعاصفة الهوجاء دمرنا أرضك. العدوان السعودي على اليمن دخل اليوم عامه الثاني وسط دمار كبير ألحقه بالبلاد وبلا أي مبرر قانوني أو أخلاقي. طيران يحلق يقصف البيوت، يقصف المساجد، يقصف الأطفال، يقولون أنهم يقصفون إدارات حكومية أو معسكرات. هل البيوت اللي يقصفوها معسكرات؟ هل المدارس معسكرات؟ هل المساجد معسكرات؟ لما هذا العدوان الغاشم؟ ما هو سبب هذا العدوان الغاشم؟ لكن الشعب اليمني وبرغم كل هذا الدمار الذي لحق به نجح في إفشال هذا العدوان الغاشم. واليمنيون صامدون ولن يركعوا مهما عمل العميل السعودي أو مهما تآمرت دول الخليج على اليمن، فلن نستسلم. كل هذا الدمار والقتل يجري تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لا يبدو مكترثا لمأساة اليمن التي أشاحت وسائل الإعلام وجهها عنها. We want to show them that, you know, the truth of what's been going on, because I feel like the media's been showing negative images around about what's actually going on, who's the victim and who isn't. So we want to make the message clear, send across that you need to stop doing what you're doing. وبرغم الوضع المأساوي في البلاد، فإن بعض الدول المصدرة للأسلحة تحاول الاستفادة من هذه الحرب من أجل جني الأرباح. We as a nation have the education to understand that this is an unacceptable way to behave, and it's our duty as human beings to do something positive about it and to stop making money out of it. وهو الموقف الذي عبر عنه تحالف وقف الحرب الذي دعا إلى وقف تسليح السعودية. Stop the war is supporting the action of the Yemeni community against the continued bombing of Yemen by Saudi Arabia. We believe that the British government and David Cameron must take a step now to end all arms sales to Saudi Arabia. ما كان للسعودية أن تواصل عدوانها على اليمن لولا صمت المجتمع الدولي وصفقات الأسلحة التي تبرمها السعودية مع الدول الكبرى. With cluster bombs made by our country, it's wrong. That's what he's saying. Yes. Appreciate that. If you go through the website, then he's more than welcome. You can come and bring the petition and have it. That's how we go. عشرات الآلاف من القتلى والضحايا ودمار في البنية التحتية وتشريد أكثر من مليوني يمني. هذه هي حصيلة العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ عام، والذي يعتقد هؤلاء المعتصمون بأن بريطانيا تقف وراءه. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من العاصمة البريطانية لندن.